قولي له يا فتحية زوجتك نفسي. زوجتك نفسي. كلها وأنا قبلت ذلك. وأنا قبلت ذلك. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا مولانا. تأمرني بحاجة يا باشا؟ لا لا متشكرين والله يكرمك يا رب. لا سيب دي سيب دي عايزها. طيب دي والقلم الله يكرمك الله يكرمك. السلام عليكم. المفاجأة الحلوة دي مش كنت قلت لي كنت جبت صاحبتي معايا؟ لا صاحبتك دول هيبقوا في الفرح وهتبقى الأم. فرح؟ أنت هتعمل لي فرح كمان؟ طبعا فرح إيه؟ ده أنا هعمل لك فرح مصر كلها تتكلم عنه. يا حبيبي يا بكاوية. يلا. أقول لك هتروح. امبارح وأنا نايم كده شفت خير اللهم اجعله خير. خير. راجل لابس أخضر فأخضر. وشه منور كده وفي ايده الشمال فرع شجر مليان ورد وفي ايده اليمين واحدة ست زي القمر. مين دي؟ اسكتي. وانا سألت السؤال ده قال لي دي فيها تي تي؟ اه وحة؟ وحة تبقى توحة؟ اي توحة. قال لي بص يا بكاوية انت محتاج واحدة تقف في ظهرك. اه والله تسندك. واحدة تكون بنت اصل وجدع. صح. وتكون من الصعيد. صح. قال لي شرط تكون من الصعيد. ساعتها بقى قررت ايه؟ ها ان اقلب. تقلب؟ اه والله. تبقى ايه؟ ابقى ايه؟ لا تفهمنيش غلط. اقلب العرفي الرسمي. حبيبي يا كوكو بجد هتقلب العرفي الرسمي. اه بس كوكو بقى عنده شويه شروط كده. يعني انت عايز تتجوز توحة وكمان يبقى لك شروط؟ ده انا عشان هتجوز توحة اللي انا عارفها لازم بقى لها شروط. عيب عليك يا ابو الكوامل ده انا تربيت ايدك. وانا اللي قاليني اللي قاليني تربيت ايدك وكده برضو. والنبي انت راجل نص كوم. نص كوم ماشي يا ام كوم طويل غطي غطي عشان الكوم. ماشي مالكش دعوه الدنيا حر. حلاوتك يا ابو الكوامل يا حلو. كمل بقى. ها وبعدين؟ كمل بقى بقيه الشروط. بصي بقى يا ستي بقيه شروطي انك انت تصوني سري وما تخونيش هتوح. ماشي ايه كمان؟ مفيش اي حاجه تانيه هو ده وحلو كده. يلا بقى قومي غيري هدومك عشان ننزل حالا. هنروح على فين؟ مشوار كده هقول لك عليه بعدين بس اوعي تنسي تجيبي معاك البطاقه. ماشي يلا. مكتوب فيها تاريخ الميلاد. ايه ده انتوا بتعملوا ايه هنا انتوا الاثنين؟ ايه ده احنا فاتير محترم كده يا توحه. انا تعملي معانا كده يا توحه؟ ايه كنت فاكره اني مش هخرج من السجن؟ اوعي تنسي نفسك يا توحه. انا ابو كوامل اللي خدتك بيت فلاحة جربوها ما تسويش بصلة وعملت منك بني آدمة تعملي معايا انا كده؟ اثبت اثبت حالة تلبس. وانت ارفع لي قضية زينة عن الهانم. حاضر يا باشا. زينة ابو كوامل بيه تسمح لي بحاجة صغيرة؟ قوي صغيرة جدا. فوق تستاهل تستاهل اكتر من كده كمان يا توحة. بتبيعين انا بجلاله قدري عشان ده؟ انا معايا تاريخه السي في بتاعه معايا. مش انت هات اللي كنت زبون دائم في شرم الشيخ بتصطاد العواجيز الاجانب وتاخد فلوسهم بدولار واتنين دولار؟ يالا تفرق ايه عن توحه عن غيرها من اللي انا كنت بشغلهم؟ انا اللي كنت بعمل الحاجات دي تتعمل فيا انا يا جربوها؟ اقسم بالله ما حسيبك هتوحى. خدهم يا باشا. يلا تعالوا معايا. مين دول؟ مين دول؟ واتس رونج؟ فاهميني رونج؟ ده انت الرونج راكبك من ساسك لراسك. اوكي اوكي اتفضلي. يلا يا اختي اتفضلي يا هانم. سيبها يا اخويا العسكري وهات جزمتها. خدها يا ابني. يلا اوعى انت رخر اوعى. يلا اهلا. ازيك يا مدام؟ ازيك يا عم الدكر؟ يا عسكري خد المتهم ده واستناني بره. معايا يا فندم. ما تقلقش يا باشا على بال ما تاخد قهوتك مع المدام
هروقهولك عن اذنك. اتفضل. بقى انا تخونيني يا واطيه؟ انت عارف انت محبوس بقالك قد ايه؟ وانا محدش لمس مني شعره. وبدل ما تشكرني ان انا بدور لك فلوسك وواخده بالي من شغلك، جاي تقولي الكلام ده؟ يا صلاه النبي، تعملي معايا شغل وتضيعي شرف؟ انا قلت لك كانت قعده شغل. والشغل ده بقى ما ينفعش غير مع راجل غريب في اوضته في الفندق، صح؟ وايه يعني؟ ما انت شايفني اهو، ما انا نازله من الاوتيل بهدومي. ولاد لذين بيتبلوا عليكي، حد ضربك على ايدك ووداكي عند الراجل في الاوتيل في اوضته غصب عنك عشان تعملوا شغل. شغل ايه ياما اللي يتعمل مع راجل غريب في الاوتيل؟ معرفش. شوف بقى، انت اللي مرتبها لي ولا هما؟ طب دي ومدبرين عليك. طب والصرمحه طول الشهور اللي فاتت دي مع الواد ده تقولي عليه ايه؟ الله، ده انت مراقبني بقى. كده خير الصراحه مراقبك، بس انا اسف، انا اسف على جريمه اني راقبتك، بس انت بقى مش اسفه على جريمه انك تخونيني. ما خنتكش يا ابو الكوامل، وما تعمليش فيها شريف قوي. ولو انت حقيقي مراقبني يبقى كان لازم تعرف ان انا مفيش حاجه بيني وبين الواد ده، وان كنت بقى شريف طلقني. وستوحى انا هطلقك وهرفع عليك قضيه زنا، ومش بس كده، انا هرجعك تاني يا ماما تخدمي في البيوت زي زمان. ما تقدرش، لان انت كلب فلوس وفلوسك كلها مكتوبه باسمي. ما تقدرش يا سمسار يا بتاع الشمسيه. واطيه، اقسم بجلال الله واطيه، والواطيه انا مش غريبه عليك. يعني افهم من كلامك ده ان انت دلوقتي بتهدديني ان انا لو فضحتك ورفعت عليك قضيه زنا مش هطول ولا مليم من فلوسي، صح؟ ايوه يا ابو الكوامل، واعلى مفخلك اركبه. خدي التقيله، مجهز لك حته دي مفاجاه. حسن، شوفي بقى التنازلات اللي انت مضيعها دي. كنتش أعرف إنك واطي للدرجة دي. ده أنا أفضل من كده كمان، أنا كنت بحمي نفسي. وبعدين بدل ما تقولي واطي، بصي أنت جاية منين وفي إيه، وأنت تعرفي الوطيانة اللي بجد بقى. يعني إيه؟ يعني هتلبسي قضية سنة وكل أملاكي هتتردلي من تاني. اصحى بت، ده أنا أبو الكوامل، يعني كل حاجة كاملة ومتهندسة. هو أنت اتجوزتني ليه يا أبو الكوامل؟ عشان توقعني في الحفرة دي؟ لا، الصراحة أنا اتجوزتك نوع من أنواع الحيطة والحصر. كنت بتدارى فيكي من المدعي الاشتراكي. أصل أنا كنت حاسس كده إنهم بيخططوا لي حاجة. مين اللي بيخطط لك؟ الناس اللي باصين للنعمة اللي في إيدي. هو انت ما تعرفيش ان اكتر رياضه شعبيه في مصر الحقد والحسد؟